السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في هذا الويبينار الخاص بالحديث عن الانترنت اوف ثينجز وال5 جي والعلاقة ما بينهما والمستقبل الذي ينتظر كل منهما. مثل ما ذكرنا، هذا الويبينار كان موجود اونلاين يوم 14/11/2018، يعني تقريبا قبل 3 ايام. وصلنا الى الحديث عن considerations driving cellular internet of things 5G، يعني تحدثنا في الفيديو السابق عن الاساسيات لهذا الموضوع ومجالات الربح للشركات العالميه في مجال internet of things والامور التي يتوقعون حصولها في المستقبل. ووصلنا الى الحديث عن انه لا internet of things بدون 5G ولا 5G بدون internet of things، يعني كلاهما يكمل بعضهم البعض الاخر. ما هي الامور التي تقود التطوير اليوم في مجال cellular internet of things 5G؟ اولا الكفرج، مثل ما ذكرنا، يعني نحن نطمح الى انه يكون لدينا تغطيه تصل الى 1,000,000 جهاز في الكيلومتر المربع الواحد، وهذا شيء مستحيل حصوله حتى مع الفور جي في اخر اصداراته. الباور كونسومشن، نتوقع انه يعني الكثير من الاجهزه التي هي باتري دريفن تعمل بالبطاريه يجب ان تبقى لسنوات طويله تعمل، يعني حتى مع ارتباطها بال يعني بالانترنت وارسالها واستقبال البيانات. الكلفة طبعا، يعني كل الشركات تطمح إلى تقليل كلفة المنتجات، بالتالي تحصل على زبائن أكثر وفرص يعني تطوير أكثر. السكيورتي واحدة من الأمور الرئيسية التي يعني كل العالم يطمح إلى زيادتها، خصوصا مع الانترنت اوف ثينجز ومشاكلها. الداتا ثروبوت، مثل ما ذكرنا، احنا نطمح إلى الوصول إلى 10 جيجا بت بالثانية الواحدة، وهذا شيء مثل ما ذكرنا أيضا يعني مستحيل مع التقنيات الموجودة حاليا. السكيلابيلتي أيضا، يعني قابلية توسيع الشبكات لأعداد أكبر من المستخدمين والأجهزة. اليوز كيسز، يعني التقنيات او حالات الاستخدام، لانه كل تقنيه جديده تاتي تجلب معها انواع استخدامات جديده للمستخدمين طبعا، وهذا الشيء طبعا يترك مجال كبير جدا للباحثين والمطورين لايجاد حالات جديده واستخدامات جديده لهذه التقنيات. واخيرا الانتر اوبرابيلتي، اللي هي قابليه العمل ما بين التقنيات المختلفه، سواء كانت ال 5G مع ال 4G مع النوروباد اي او تي وغيرها من التقنيات الاخرى. للتأكيد أيضا، يعني مرة أخرى، النارو باند اي او تي اند ال تي اي ار بارت اوف 5G، يعني بعض الناس يقولون بأنه ما دام ال 5G موجودا فهذا يعني أنه التطوير في كل التقنيات الأخرى سيتوقف حاليا، إلا أنه يعني تعود ال 3 جي بي بي مرة أخرى دائما تؤكد على أنه ال 5G سيكون هو المظلة الكبيرة التي تحتوي على كل التقنيات الحالية والسابقة وحتى المستقبلية. طبعا يعني اسم الـ 5G راح يحتوي في داخله النارو باند انترنت اوف ثينجز، الـ LTE M وغيرها من التقنيات الاخرى. التايم لاين اوف انترودكشن اوف ذا 5G كومبوننتس، يعني كيف سنقوم بالوصول الى 5G ابتداء من اليوم. اليوم طبعا هو يقصد يعني يوم 14/11/2018، اللي هو قبل 3 ايام تقريبا. حاليا اكو عندنا موبايل اي او تي، ماسيف اي او تي باستخدام النارو باند انترنت اوف ثينجز، الـ LTE وغيرها. بعد ذلك راح يجينا الانهانسد موبايل برود باند الـ EMBB مثل ما ذكرنا، هذا اللي هو جزء من الـ 5G. بعد ذلك راح ندخل الى مرحله الكريتيكال كوميونيكيشنز، اللي هي التطبيقات الصحيه الطبيه يعني، وكذلك تطبيقات الاوتوميتد كارز. هذا الشيء طبعا راح يكون في الفيوتشر، هذا الفيوتشر قد يكون بعد سنه او سنتين او 10 سنوات، اعتمادا على تقبل المستخدمين واقبالهم يعني على شراء هذه الاجهزه، وكذلك اعتمادا على الشركات وقابليتها على تقليل كلفه هذه الاجهزه واتاحتها لاكبر عدد من الجمهور. الترديشنال سيلولر انترنت اوف ثينجز تشالنجز فيرسس ذا نيو سيلولر انترنت اوف ثينجز تشالنجز اوبورتونيتيز، يعني التحديات والفرص التي يوفرنها ان الانترنت اوف ثينجز اذا دمجناه مع السيلولر الشبكات الخلويه باستخدام ال 5G. طبعا بالبدايه اكو عندنا التحديات اللي هي الاندستري فراجمنتيشن، هناك الكثير من الشركات تعمل كل واحده منها على يعني على حده، وليس هناك ستاندرد واحد يقوم بجمع كل الشركات سويه في مكان واحد، يعني سواء على مستوى الانترنت اوف ثينجز هناك فراجمنتيشن، تجزئه او تناحر ما بين الشركات، وحتى على مستوى ال 5G، يعني ال 5G اليوم مثلا الاي تربل اي لديها 5G يختلف عن ال 5G الخاص بال 3 جي بي بي. الكومبلكسيتي تكنولوجي اند بزنس، يعني هنا التعقيدات التي ستضيفها لنا يعني ادخال تقنيه جديده، لانه يعني ستتطلب تطوير الانفراستراكشر والبنيه التحتيه لكل الشبكات الموجوده حاليا. التكنولوجي نوت فيت فور بيربس، يعني بعض التقنيات اللي راح يعني نقوم بإدخالها إلى سوق العمل قد لا تفي بغرض بعض التطبيقات، خصوصا إذا كانت هذه التطبيقات يعني لديها حساسية كبيرة من ناحية السكيورتي. بالمقابل الاوبورتونيتيز اللي راح توفر لنا اياهن هو الماسيف انترنت اوف ثينجز، طبعا هنا راح تكون عندنا الأجهزة أرخص إذا كانت إذا استخدمنا الـ 5G. المفروض انه نستطيع الوصول الى مرحله انه نقوم بتشغيل السنسرات او الاجهزه التي تعمل بالبطاريات العاديه، هذه هي الاي اي اي، اللي مده تصل الى 10 سنوات او اكثر.
المفروض أنه نستطيع الوصول إلى 100,000 جهاز أو أكثر في الخلية الواحدة، يعني في الكيلومتر المربع الواحد أو حتى في أصغر من هذه المسافة. الديب كفرج اللي هو التغطية العميقة لمسافات بعيدة أيضا. كذلك بالنسبة للميشن كريتيكال اللي هي المهمات الحرجة التي تعتمد على ريال تايم ريسبونس، نحتاج الانهانسد برود باند، السب 1 ملي سكند ليتنسي، هاي ريلايبيليتي اند افيلابيليتي. كل هذه الامور تعد بها الفايف جي، يعني عندما يعني نقوم بدمجها مع الانترنت اوف ثينجز راح توفر لنا ان شاء الله كل هذه الامكانيات. ال LTE will continue to evolve alongside the 5G. أيضا هذا الجواب للسؤال الآخر، الكثير من الأخوة الباحثين يسألون أنه بما أن 5G موجود حاليا، هل نحن ما زلنا نستطيع العمل على مشاريع أو يعني تقنيات ال LTE اللي هو 4G؟ نعم، الجواب نعم، ما دام ال 5G يعني في طور يعني التطور المستمر، هذا لا يعني أنه ال LTE ستنتهي، وإنما ال LTE ستبقى تتطور بالتوازي مع 5G، وبالنتيجة النهائية راح تصل. يعني حاليا اكو عندنا الجيجا بت ال تي اي، ال تي اي اي او تي، نارو باند اي او تي، كل هذني راح يكون هنا جزء من ال 5 جي في المستقبل. فبالتالي يعني ال 4 جي راح يكون في ايفنتشوالي في النهايه هو جزء من ال 5 جي. الماركت ترندز يعني التوجهات السوق، السوق طبعا يبتعد عن ال 2 جي حاليا، يعني اغلب السكيورتي ايشوز تقول بانه ابتعدوا عن ال 2 جي. يعني طبعا ادوبشن ريت اوف لو باور وايرلس اكسس لايسنسد، هنا طبعا ايضا لاحظ بانه 51% او من 107% لمعدل الاعتناق او توظيف هذه التقنيات اللي هي خاصه بال LPWA. البيلدينج والسكيورتي اكو عندنا ايضا يعني تطورات بمعدل 47% في الخمس سنوات المقبله. موفينج اواي فروم 2G اند 3G، الكات ام 1 ال تي اي وال 5G اند ال في دبليو اي، هذه كلها ايضا التقنيات في طور التطور المستمر يعني من ناحيه توجهات السوق. مثل ما ذكرنا هو هذا البرزنتيشن الهدف من عنده هو ايضاح الحاله الحاليه لتقنيات الاي او تي والال تي اي والفايف جي سويه. كذلك بروبلمز اند تشالنجز مالتيبل ستاندردز سيرف مالتيبل نيدز، هناك الكثير من الستاندرات وكل واحده منها تخدم في تقنيات محدده، الاي ام بي بي، اليو ام تي سي، الام ام تي سي الى اخره، كل واحده منها، الا انه بالنتيجه النهائيه ال 5 جي عندما نقوم بدمجه مع الانترنت اوف ثينكس سيوفر لنا ستاندرد موحد يقوم بالقيام بكل هذه الامور، بانه نصل الى يعني من جيجا بت بالثانيه الى تيرا بت بالثانيه، ونصل الى تاخير اقل من 1 ملي سكند واحد بالالف من الثانيه، ونصل الى بت بير سكند اوفر 10 ييرز اون اي 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 باتريز، يعني البطاريات العاديه الصغيره ممكن انه تقوم بتشغيل الجهاز لمده تصل الى 10 سنوات او اكثر. اما بالنسبه للسكيورتي ايشوز، فيعني احد الحلول الحاليه الموجوده لحل مشكله السكيورتي هو انه نقوم بتجزئه التطبيقات الى نوعين، اللي هي الامرجنسي ريال تايم نوتيفيكيشنز والداتا كولكشن اند ريبورتنج سنسر ديبلويمنت، يعني التقنيات اللي هي حرجه وتعتمد على الاشعارات الانيه في الزمن الحقيقي. طبعا هذه راح تكون مشكله كريتيكال ولو ليتنسي ابلكيشنز. النوع الاخر اللي هو الداتا كولكشن اند ريبورتنج سنسر ديبلويمنت، هذه فقط يعني مجرد جمع بيانات وارسال تقارير من قبل السنسرات، وهذه راح تكون لها علاقه بالماسيف لو اند انترنت اوف ثينجز. فهنا متطلبات السكيورتي لهذا النوع تختلف عن متطلبات السكيورتي لهذا النوع، فبالتالي راح من خلال الفصل ما بين هذين النوعين نستطيع الوصول الى فد نتيجه معينه نعملها اوبتمايزيشن يزيد لنا نسبة السكيورتي في هذا المجال، وممكن أنه نتغاضى عنها إلى حد ما في النوع الآخر. أخيرا هذه طبعا بعض المنتجات للموديولز آي أو تي، موبايل آي أو تي موديولز من قبل هذه الشركات اللي هي قامت بهذا البرزنتيشن. وثانك يو. قبل النهاية فقط حبيت أنه أنوه إلى حقيقة معينة، وهي أنه دائما هناك الطلب التالي أو السؤال التالي، ما هي الفاليو، ما هي القيمة التي نستطيع استخراجها من هذا النوع من الشروحات؟ هي ليست يعني كورس تقني تستطيع من خلاله الهاندز اون سكيلز، يعني تستطيع من خلاله معرفة مهارات لاستخدام جهاز معين أو لتطبيق تقنية معينة. هي ليست منهج أكاديمي تستطيع من خلاله يعني الاطلاع عليه ودراسته وبالتالي نجاح في امتحان. هي بالحقيقة هي مجرد ثقافة عامة للباحثين المطورين والمهتمين بهذا المجال لمعرفة ما الذي وصل إليه العالم اليوم. يعني حتى هذه الشركات التي تقوم بهذا النوع من
من البرزنتيشنز هو هدفهم الرئيسي هو فقط إطلاع المهتمين والمتابعين على الأمور التي وصلوا إليها حتى اليوم. يعني تلاحظ بأنه هذا الويبينار تم إعداده بالاشتراك ما بين ثلاث شركات وممثلين عن ثلاث شركات فقط طبعا بالدرجة الأساس هو ماركتينج لكي يوضحوا ما هي الأمور التي يمتلكونها اليوم، ما هي الخطط التي خططوا لها في المستقبل، وفضلا عن ذلك يقومون بمنح معلومات للناس المهتمين بهذا المجال لكي تكون لديهم رؤية لشركاتهم لأعمالهم لدراستهم لبحوثهم للمستقبل إن شاء الله. أتمنى أنه يكون هذا الشيء مفيد للجميع، وننتظر أسئلتكم واستفساراتكم يعني طبعا على التعليقات. وأيضا مثل ما ذكرنا راح يكون البرزنتيشن هذا الملف راح يكون موجود في الديسكريبشن لهذا الفيديو. شكرا جزيلا ومع السلامة. مع